سنة ثاني بأفكار مجنونة صوت الضحكة ما أقدر أخبي اجتماعي ثقافي لو تبي رياضي تجلس تشوف لو ما أنت فاضي من سنة وأنت تتابع لين صار عادة أترككم للفلة استمتعوا يا سادة. كيف الحال حبيبي؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ في كويس؟ أيوة في صحي نوم والله. أنا أقول صوت الأهل خقق مرة في خقة. أيوة مالي، عشان الحين أنا في صحة من نوم. أيوة أقول في هذا موضوع. هذا إيش موضوع هذا؟ هذا أنا يعرف أنت شهر شهرين ثلاثة شهر ما في روح سوي طلع ديت روح يسمع قلب قلب فين فين. أيوة قلب فين فين. لا 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 أنا ما يقدر يطلع كده، أنا عندي بابا ماما مرة يسوي مشكل كبير. إيش هذا؟ صوت هرم. هذا في رجال هنا بيجي، ما في يجي يسمع رجال غير أنا. يلا سلام. أوكي طيب أنا في، استنى أنت بعدين. يلا باي باي. ما ينفع، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا كيف أنت يجي هذا دوام بدري؟ والله سنة كلام صديق، أنا يدق كرت أنا بعدين النهشة على طول. أنت ما في رو دوام اليوم؟ أنا ما في، أنا في طابان. هذا أنا دا موظف حكومة في وقف. ما شاء الله، هذا موظف حكومة كله مبسوط. هذا أنا على طول أنا أدور واسطة عشان أخشي حكومة. أيوة قوم بسوي غدا حقا مالنا. لا 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 أنا ما أقدر أروح أجيب غدا، أنا لازم هنا أروح أجيب هرمة. جيب أخت أنا مدرسة هذا من هرملة. هرملة جيب هرمة من هرملة. هذا لسه في هرملة، ما في نقل مكان ثاني روح قوي. هذا ثلاثة سنة أنا هذا جيب ودي هرمة هذا، والله سيمسم همار مشغل. والله أنت لازم يقول هذا ليل طويل كتير كتير. كات الشغل خربوت هذا. جيب كرسي أنا سيم جيب. الشغل هذا كله هذا خربوت. هذا خربوط يا شيخ. أنا تبان والله تبان 50 مرة هيد مشهد. إيش هرملة؟ إيش هرملة؟ هرملة لا. إيش أنت كمان هذا شغل الليلة متولك. ليلة متولك، ما في ليل طويل، ليلة متولك. متولك متولك. بعدين أنت كم في عادة سنة سعودية أنت؟ أنا هذا 10 سنة. 10 سنة هذا أحطه في موية شرب. أنا من يوم شفت سروال أنت فوق سرة غسلت يداتي منك بالله. أنا ما في روح سعودية ولا روح ولا معلوم هذا سعودية. أنا صديق هذا منتج، صديق نفر منتج. شنو هنا أسوي؟ نسيمة؟ إيه نسيمة. الله كويس خاصة نفر كويس. شوف الحين أنت معلوم واسطة، خلي هذا بس. شوف أنت لازم تسوي إحساس داخلي رياكشن من تحت، بعدين لازم تسوي ذباطة. فين هذا أفي؟ يعني ملوم أنت. شوف الحين ما يشوف أنت تلفزيون سعودية مسلسلات بدوي؟ وجه أنت زي وجه ملاقة، رقبة أنت زي رقبة زرافة. لازم ذبات، يبغى كوميديا. ملوم أنت؟ ملوم. فين أنت يجيب هذا نفر؟ هذا إسلام آباد بس. هذا نفر رو كراتشي؟ كراتشي بعيد، كلام ما يبقى يطلع تلفزيون. لاهور؟ لاهور ما في نفر يبقى يصور. والله أنت مصيبة. أنا ما فهم هذا سريك. خلاص دقيقة. ايك باي نئي کرتا ہی کتب سعودی، ایک کرتا ہی کتب ایک نئی دوسرا نئی ایک کرتا ہوں سعودی ہے. اچھا ہے خلاص رو انگلا. شوف انا ما يبغى شغل صدر بدر، تمثيل مجبوز زي ناس ولا توكل على الله. خذ حساب انت يا نسيم. ايوه فين هذا نجمة فيه بس انت رجمة فيه. خلي يجي عشان هذا مشهد. يلا يا نجمة جلدي نسيم. أيوة فين هذا نجمة يا شيخ؟ موجود سرعة تعليم سرعة. نجمة هذا أهلين. إيش الهلاوة هذا يا شيخ؟ إيش شغل أنت يا شيخ؟ مستر كيف شغل حقي أنا؟ شغل أنت يا شيخ 200%. أنت مصيبة فوق تحت، كله مصيبة. أنت كبير. أنا مصيبة كبير؟ أنت مصيبة كبير مستر. أعوذ بالله. ليش يا حبيبي؟ ليش؟ عشان أنا في شغل مرة واحدة في السعودية. أيوة وإنت سمسم مخرج سعودي. ما شاء الله، عشان كذا أنا هذا أسوي مسلسل سعودي. خلاص روح بعدين أنا هسأل أنت. روح أكشن يا صديق. صديق هل هاي مدوانيتك؟ إيه هذا مو بيتكم؟ حلو زين، ما في شاي ماي قهوة أوادم؟ ماكو، بس أنا كل يوم جاب الويك. كل يوم جاب الويهي؟
انت مو كل يوم تجيب نفس الدجاجه؟ اي خلاص عيل. ايش الفرق؟ ايش الفرق؟ تبي ناس جدد وقهوه جديده وانت نفس الدجاجه؟ شو احط عليها خطين؟ عشان خلاص يعني غير؟ البس دجاجه على فريقك كاس العالم بدعمي، من تشجع انت؟ شجعني على المدرج. ها؟ البرازيل. برازيل؟ اي عطني اربع لاعبين برازيل. رقم واحد الحارس. ايه ورقم 16. ايه 17. وفي رقم 5. زين. والمدرب. مدرب ها؟ عمي لاعبين ما تعرف قاعد تشجع كاس عالم انت تبغى كاس عالم. عيني مو على اللعب يعني. انا انظر بس يقطعون على شو اسمه على المدرج واشجع. تشجع مدرج؟ توي كويت كاس عالم انت؟ ليش؟ توي كويت كرة عمي. عمي ناس قاعد تذابح عشان كاس عالم. يا عمي اذا بعتونا كاس عالم كاس عالم صار 18000 سنه نفس الشكل. شيء هذا فوق بعدين فوق ذهبي. بعدين ما نبي كاس عالم. شو تبون؟ تبون كاس اسيا؟ ويلكم تفضل. تو ماتش اكل ابو جوناثان يا اخوي تو ماتش. يس يعني يا ام جوناثان يا حبيبتي كثير مغلبه حالك تو ماتش فود. نو نوت ات اول حبيبتي انجوي يور ميل. ماي وايف اكسلنت كوكر طباخه ممتازه. واضح كثير حرام كثير يعني قديش قعدتي بالمطبخ تشتغلي 3 اورز وانا بطبخ بس النتيجه طلعت سوبر. 3 اورز وهيك كيف لو قعدتي 6 اورز؟ اي ويل نيكست ويك راح اقعد انا 6 اورز بالمطبخ بدي اعمل لكم سلطه بطحينيه سوبر. المره الجايه نيكست ويك ان شاء الله لما تيجوا بدنا نعمل لكم جناح عصفور وينك بنتعشى عليه الاربعه بنضل للصبح نوم. لا تغلبوش حالكم. لا لا مش من واجبك انت مش مخلي اشي اللي حاطه يا اخوي ابو جوناثان. يا بشو تو ماتش عن جد تو ماتش تو ماتش كثير شو وين تحطه هذا وين تدخل؟ يا هذا من خيركم. ثانك يو سلم ايديك. ثانك يو. مش هذه تاعت مدينه الملاهي؟ لا هذه للخوه السكين. سكين تمزع مرتك على هالاكلات اللي مسويتها. خلص قولوا اهلا وسهلا لك وين الخبز؟ ما يوم ما راح اكل الخبز انتم تتفلطوا. وين الخبز؟ طن 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 انت واحد صار مثلها؟ رح تحطها مستيح بس غير تنزل. خلص انت عم لنا نحكي يا ورية غير تنزل في اخوان هم بيقولوا اشتاق بس في اخوان شو عرفها؟ شوية لحمة كتري رز فيش خبز. لو معنا طلبت بلسان تجيب خبز وما تلحلحتش من محلنا. والله لولا الحياة بدي أكلها كلينا بطين يخرب بيت ومبخله. تعالوا نمزع لنا 20-30 سنتين شاورما. لك شاورما ولا فلافل؟ شاورما.
شاورما. روح روح ثاني وكل شاورما. نصف فنجان يخرب بيتك. تو ماتش تو ماتش فود يا باي. شو كنا اكل جاك؟ والله ما كسر ابو جنتن. حسي حالي زي الحبالة منفوخة نفخ من كتر الاكل. هالدور يدور شو حط اكل. أيوة أنا قلت أنت تويلت بدي أفضي مش كاتب. بدي سودة أقدم. يما يما شو انتفخيت يما. تو ماتش فود. Yeah.